أوقفت السلطات الإيطالية مهاجرا مغربيا أقدم على ممارسة العادة السرية أمام قاصرتين مما دفع بالفتاتين للهرب إلى منزل عائلتهما، وقاموا بتبليغ الشرطة عن الحادث. فحسب موقع الجورنال الإخباري الإيطالي فإن المهاجر له سوابق مثل هذه القضايا. ووفق الموقع الإيطالي فإن المهاجر يبلغ من العمر 39 سنة بعد التعرف عليه من خلال المواصفات التي أفادت بهما القاصرتين للسلطات الإيطالية، مما أثبت أن المتهم لديه سوابق في مثل هذه التصرفات. ويذكر أن قد نشرت مواقع إيطالية الأسبوع المنصرم تقريرا حول إلقاء القبض على رجل مختل عقليا وتمت إحالته إلى الإقامة الجبرية بعد وقوفه أمام مدرسة وشرع في ممارسة العادة السرية، خاصة وأن القانون الإيطالي يمنع ممارسة هذه الأفعال في الأماكن العمومية.